الرئيس تسمعني سيد الرئيس أنا كنشكر شكرا سيد الرئيس شكرا سيد المدير الجهوي السادة الممثل القرد الفلاحي السيد ديال الأنصاص السيد ديال الماندا اللي عطاو واحد العروض اللي هي عروض كانت مهمة وكانت في بلاصتها إذا حنا غير تناقشوا شي حاجة شي تكميلية اللي كاينة أما راه ما عندنا ما نناقشوا بصفة نهائية وكنا غالطين في واحد الغلط كبير كنا تنصاحبوا الغرفة ولا المديرية الجهوية ولا الإقليميين ولا الإخوان هادو غادي مو في اتجاه وحنا غادي في اتجاه حيا الله هذه واحد 120 يوم ولا 104 شهور ولا 5 شهور باش ندير في الغرفة سيد الرئيس بكل صراحة الشكر الكبير تيرجع سيدنا الله ينصرو اللي عطا واحد الانطلاقة وكون ما عطاش سيدنا هاد الانطلاقة كل كره المديرين الجهويين ولا اقليميين ولا وزارات ما عندهم ما يعملوا كره باقي تنسالوا والله ما قال الحمد لله سيد الرئيس حنا هذا الجفاف بغيناه علاش بغيناه عطاه لينا الله سبحانه وتعالى راه ملي كانت كورونا كنا تنقولوا يا ربي نبقوا غير حيين حنا وليداتنا سمحنا في الضيعات وسمحنا في كل شيء اللهم لك الحمد الامراض قلت هذا الجفاف ديال الله عطاه لينا الله حنا غنمشيو وحده وحده واللهم لك الحمد ملي ولينا عائله وحده السيد المدير الجهوي كنا كنعرفوه ملي كان يمثل القنيطره وحنا كنمثلوا الرباط وكان مدير اقليمي من بعد جا جهوي واحد الانسان اللي هو صارم كنت تجمعني معاه المعارض ديال المكناس بكل صراحه وداز المديرين الجهويين اللي هما تا هما خدموا السي هروري ولا السي اوعلي ولا واحد العدد واللهم لك الحمد السي يونس والسي الطاهري اللي هما ولاو كغرفه ولاو عائله وحده والسي البلوطي مشهور احنا المشاكل اللي هي عندنا سيد الرئيس بالنسبه لهذا الشيء ديال الاعلاف المدعمه بغينا تكون الغرفه والمديريه الاقليميين وتشرف عليهم السيد المدير الجهوي باش تكون الاجراءات قانونيه راه اليوم ما تعيطوش على وزاره الفلاحه ولا على السلطه راه الساكنه تعيط علينا حنا فين وصلت وكيفاش وكاين واحد العدد ديال الناس اللي هما ضعاف كنهضر على واحد المنطقه اللي عارفه السي الطاهري اللي تنمثلو حنا وهي جماعه عامر الحضاريه والقراويه اللي عندنا فلاحه صغار باقي الفلاح حاشاك اللي باقي عنده الحمار والكروسه نقطه البيع الشباك اللي داروا في السهول تتربطنا بهم الاطورو تتقسم بيناتنا بغينا شي شباك اللي يكون قريب لدوك الفلاحه باش يستافدوا وتنطلب السيد المدير الجهوي في هذه النقطه هذه حتى الا بغاو لوكال فين يحطوا مستعد نعطيه لهم وهم يتكلفوا بالتوزيع انا عندي نعطيهم لوكال هما يتكلفوا بالتوزيع وكل شيء غير يقربوا للفلاحه هذه هي النقطه الاولى النقطه الثانيه نقول نخاطب السيد المدير ديال الماندا والسيد المدير الجهوي الله يخليكم ولات عندنا تقريبا 60 ولا 70% ديال الفلاحه ديال لافوكا في المنطقه في الجهه ديال الرباط سير قنيطرة وهذيك لافوكا اللي باقا لي لحد الان ما عطيناش عنايه ما دخلاش في الدعم بصفه نهائيه وباغي نخلصوا حتى حنايا بحالنا بحال الفلاحه هادشي ديال الكوارث نخلصوا حنا مستعد نخلصوا نديروا كل شيء وي الله يخليكم هانتوما غاد بواحد الدراسه وريني كملوها النقطه الثانيه ما هدرتوش على الصبار سيد المدير الجهوي الصبار اللي مشكل ديال الفلاحه الصغار عندنا في عامر وعندنا في السول وعندنا في المنطقه ديال الجهه كامله هادوك الناس ديال الصبار اللي كانوا مساكن كلهم تياكلوا وشربوا منه نقارن ولو تكون فلاحه بديله ولو كنت عندهم واحد الدعم الناس ديال الصبار عندنا مشكل الصبار قضيه اخرى ديال الاخ اللي كان كلف لانسا بكل صراحه ويسمح لي حيت هاد الناس شكرتهم شفت الاعمال ديالهم
وين كنتو ما كنتش الان ديالكم غنشكركم وين ما غنشكركمش لا ما غنشكركمش غادي نقول لك السيد المدير جات واحد الدبابه وتدخل في الشجره ديال فوق وتبقى تحفر بحال البريمه وملي كان السيد الرئيس السابق ادريس الرادي قلتها له خرج عندي البوقلاد ومشينا وشلنا هذيك الدبابه وعيطوها الناس ديال لانسا جاو وداو العينات تالمكناس باقي لي حد الان الجواب ما كاينش بصفه نهائيه كاين متضاربين في المناطق اللي عندنا كاين ادويه بيريني ولا تباع ما عمرنيش بلاصه تدي المراقبه ولا خرج تغطيه لشي واحد بصفه نهائيه وكاين ادويه اللي تنشريوها دابا مرتفعه ب 50 تقريبا 50% ديال الزياده خاصها تكون مراقبه والمشكل الكبير حنا مستثمرين عندنا لافوكا تقريبا واحد الشهر حبسوا التصدير ديال لافوكا علاش كانت بلاصه خاصها تشوف الجوده باش عاد تصدر لافوكا الديشي كيبقى هنا والجوده تمشي للسوق الاوروبيه المشتركه من بعد تنتفاجئوا بما الناس ديال اسبانيا وديال هذا اللي هما داير لافوكا الجوده ديالهم تمشي للسوق الاوروبيه المشتركه والديشي ديالهم تيدخل عندنا حنا المغرب ولانسا تدوزو وحنا الجوده ديالنا تتراقبها هذاك الديشي تيدخل للمغرب خاصو ما يدخلش يبقى عندهم وهذا هو اللي خلق لنا مشكل في الاثمنة ديال لافوكا راه لافوكا بقى عندنا 1000 شجره تطيح السوق وقف كانوا سماوها الذهب الاخضر دابا خاصهم يغيروا الذهب الاخضر يسميوها شي سميه اخرى خاص لانسا هذا هو الدور ديالها الله يخليك اسيد الرئيس والله يخليك اسيد الرئيس كنشوفوا مؤخرا واحد العضو ديال سيدي علا التازي عيط عليا كاين لي كاين واحد اليوم دراسي كاين هذا كاين هذا غتكون فيه الصحافه قلت له واش عيطوا قال لي لا قال لي مشي قلت له ما تمشيش بغينا السيد المدير الجهوي يعرف ملي تكون شي حاجه نتعاونوا معاكم غير حيتوا علينا وتكون في خبرنا شنو كاين وقضيه ديال السيد الرئيس الله يخليه عندي واحد النقطه غادي نقولها ليك ملي تكون تتمثل العمالات شوف الناس اللي ينطلقوا من العماله يحضروا معاك ولا حضرهم باش نعرفوا اشنو تيبقى في العمالات راه حنا كنمثلوا العمالات وبحالنا ماشي منتخبون ديال الغرفه خاصنا نحضروا الا كان شي لقاءات كبار ساعد الوزاره ولا ساعد المديريه الجهويه رجع شغلك هذاك وريني بالعماله خاصها تحس بينا حنا كاينين بحال يدينا مهزوزه ما كاينينش السي العمراني انا نعطيك غير فكره البال عبد المولى وانا عليم ان اتصلوا بيا العماله وكان خصني نحضر شخصيا ولكن حضرت الناس اللي هما ديال المنطقه باش هما يعطيو الشروحات والبارح راه كان في العماله الرباط كان اجتماع حضروا فيه السي الرويش والسي الهلالي والسي العماري والسي العمراني والسي العمراني ما نائب الرئيس ما كيمثلش العمالات الرباط لا السي العمراني اسمح لي اسمح لي السي العمراني انت مريض عرفت كيما السي العمراني داولو في السي العمراني هادشي خاصو مرحبا انا السيد الرئيس قايدو مرحبا ديال هذا ومعنا الاخوان وعارفني حنا بغينا نخدموا جميع مرحبا كلنا نكونوا سواسيه وندافعوا على الجهه كلنا وندافعوا على الغرفه كلنا ما فيش شك الله يخليك عود عود دير الحساب لنا نمثلوا المناطق اللي هي ديالنا ما فيش شك شكرا مرحبا من غرف مقري غرفتي الفلاحه اختتمت قبل قليل الدوره العاديه لشهر فبراير للغرفة الفلاحية أحد أقطاب هذه الغرفة السي العمراني والسي الهلالي نعم ابتسامتكم بعد القرار الملكي للدعم الاستثنائي لمجابهة موسم الجفاف شكرا الأخ العمراني حمد والسي الهلالي العمراني حمد نائب الرئيس والسي الهلالي رئيس لجنة ديال الحبوب احنا اللهم لك الحمد ملي سيدنا الله ينصرو خدا هاد المبادره وخدا هاد الدعامات وعلى راسه رئيس الحكومه السي عايز اخنوش وعلى راسهم السيد وزير الفلاحه احنا سيدنا الله ينصرو ملي عطانا انطلاقه وعطى انطلاقه على صعيد التراب الوطني احنا اليوم خدامين على المسائل ديال سيدنا على التوجهات الملكيه
حنا فعلا هذا العام كاين خصاص في الامطار وكاين جفاف، وإلا كان جفاف ما غيخلعناش. اللهم لك الحمد ملي سيدنا الله ينصرو اللي هو قاد ومكلفنا وهو على راسنا، حنا مستعدين بنتغلبوا على الجفاف. والطلبات ديال الفلاح كاين طلبات كثيره، ودابا تنحاولوا ان شاء الله. اول دوره درناها في المجلس ديال الغرفه ديال الرباط السنه القنيطره، بغينا نتغلبوا دابا غير على الجفاف، على المسائل ديال الفلاح الصغير والفلاح المتوسط وحتى الفلاح الكبير. ومثلنا لهذا الشيء ديال الاعلاف وهذا الشيء ديال الجيل الاخضر، وهذا حنا غنخدموا جميع ان شاء الله، كغرفه كمديرين اقليميين جهوي كسلطه كوزاره، حنا مستعدين. ولله الحمد اليوم اللي كان واحد العرض ديال السيد الرئيس ديال الغرفه، والعرض ديال السيد المدير الجهوي ديال الغرفه الفلاحيه، والعروض ديال الاخوان ديال لامامدا، والعروض ديال لانسا وديال هذا، كانت عروض محليه. ما لقيناش شي جواب باش غادي نعارضوهم ونقول لهم شي حاجه اللي ما كايناش. داك الشيء اللي قالوا كان في صميم القلب، ما عندنا ما نناقشوا معاهم الا نتعاونوا نديروا اليد في اليد، وهذه الاعلاف نسهروا عليها باش توصل للفلاح على حقه وطريقه، باش ما يكونوش دوك المضاربين وهذه وهذه وهذه. وحنا السياسه تكون عندنا نوبه في خمس سنين، ملي تيفوت داك السيمانه ديال السياسه تنوليو كلنا سواسيه، ما ضد حتى شي واحد، وحنا مع المصلحه العامه، وحنا جميع خدامين، ومع الفلاح مسكين اللي هو اختارنا وخصنا ندافعوا له، احنا معاه. غير كاين الفلاحه اللي هي كل الفلاح وفين كاين، كاين واحد شي فلاحه اللي مضررين 100% هما المناطق اللي عندنا حنا دابا، مثلنا سيدي قاسم سيدي سليمان، مثلنا الوالماس، المعازيز، المنطقه ديال واحد الطرف ديال المنطقه ديال الصخيرات، وهذا متفق معاك. كاين المناطق اللي مضرره 100% وكاين المناطق اللي مضرره واحد 60%، حنا اليوم كنديروا الاولويات. وبالنسبة للأعلاف وداك الشيء حنا غنسهروا معها كما قال السيد المدير الجهوي، وغنديروا اليد في اليد باش الفلاح يستافد. بغينا غير هاد الدفعة الأولى نسهروا عليها باش يكون عندنا اكتفاء، أما إلا كانت الدفعات الثانية والثالثة وكانت اكتفاء، ما عندنا. هاد الدفعة الأولى هي اللي عندنا فيها شوية ديال الضغط، وشكرا.